ترتكز هوية جامعة الملك فيصل في تحقيق عدد من الأهداف الوطنية المتوافقة مع عدد من برامج الرؤية المباركة لهذه البلاد رؤية 2030، والتي من أهمها المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية للمملكة، وذلك من خلال مراكزها البحثية وطاقاتها البشرية، إذ يندرج في تركيزها على دراسات توفير المنتج الغذائي وتسهيل الحصول عليه واستدامته وجودته، مع الحد من العوامل التي تؤثر على صحة وسلامة المستهلكين له، وبالدرجة الأولى الإنسان. ولعل دعم كلية الطب البشري لهذه الهوية يتجلى في المساهمة الفاعلة في عدد من التخصصات المتقاطعة مع عدد من الإدارات والكليات بالجامعة، أهمها التغذية العلاجية والأمراض الناتجة عن الأغذية، ودراسة الميكروبات والمسببات المرضية في الغذاء والأثر الغذائي على صحة وسلامة الإنسان.